وصلنا لنهاية حلقتنا يلي حبينا فيها هيدي المرة نسلط الضوء على صورتين انتشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأولى لرجل بيظهر فيها وهو عم بيتنكر بزي امرأة حتى يقدر يعبي وقود على المحطة، والصورة الثانية هي لطبيب اتنقل على دراجته الهوائية للوصول للمستشفى بهدف توليد امرأة. كرمال هيك حبينا من برنامج من بيروت ننزل على الشارع ونشوف العالم كيف علقت على هالصورتين، بخاصة انه سعر تنكة البنزين صار حوالي 210,000 ليرة لبنانية. فإذا حابين تعرفوا معنا شو قالوا لنا العالم، شو كانت ردة فعلهم كمان، أكيد ما إلكم غير تابعوا هذا التقرير. ما فيني أقول غير إنه الله يعين العالم، حرام هذا اللي عم بيصير، ومنضل متأملين بالخير وإن شاء الله يصير كل شيء أحلى مع الأيام. أنا بالسيرفيس بالروحة رحت أخذ مني 15، بالرجعة أخذ مني 20، هيدي بهدلة هاي. هلا بدي يقوموا علي هودي تبع الفيمينيزم إنه مع المرأة ومدري شو، بس لنوصل لهذا المحل انه الزلم يتنكر بزي مره لحتى يعبي بنزين، هيدي بهدله هاي. كمان شفتها هيدي، هذا فخر لنا انه نحن اللبنانيه بعدنا يعني بعد في انسانيه وبعد في روح حلوه بهذا البلد، وبتضل العالم لبعضها لو قد ما كان ولو شو ما صار، نحن شعب واحد ويد وحده ان شاء الله اليوم وبكره وبعدين. بضل في امل مع انه هذا الامل ضعيف، بس نحن شعب منضل متأملين بالخير وبإذن الله كل شيء بينحل. كل شيء غالي بهالبلد، البنزين يعني سلعة مثل كل السلع، غالي مثل ما كل شيء غالي يعني. ماشي قليل، ما بستعمل السيارة كثير، لا السيارة وقت الضرورة بس، ما بستعملها يعني بس الضرورة يعني للضرورة. هيدا يعني قلة عقل، شو رجال ما بيقدر يعبي بنزين يعني، ما لها علاقة، مرأة أو رجال اثنيناتهم بيقدروا يعبوا. ايه بتنحل، خلص بكره خلص رفعوا الدعم، شركات هي بتستورد بنزين حسب سعر الدولار بيسعروه، خلص بصير في متوفر لكل المحطات. هلا أول شيء يعني هذا الشيء حرام وهذا الشيء ظلم، يعني نحن الشعب اللبناني يعني عايشين بأزمة، يعني أزمة لبنان كتير يعني مش منيحة أبداً، بس إن شاء الله نحن منقول إنه إن شاء الله بيزبط. بس هيدي أزمة البنزين إنه طلعت يعني كتير 200,000، حرام هذا الشيء أبداً، وما حدا بيقدر يعني يستحمل الظلم، وما حدا بيقدر وينك راح يستحمل الشيء اللي عم يصير بهالبلد. بس إن شاء الله نحن منقول إنه بيرجع الشيء يعني كل شيء مثل ما كان وبتتزبط البلد هيدي، وهيدي أحلى بلد بتضلها وبتضلها أحلى بلد. ونحن مين ما كان يجي لازم يكون في شيء بهالبلد يكون منيح، وحتى لو كانت هي وانا طلعت على ال 200,000 ليره لازم تتظبط ولازم يصير شيء يعني بعمره ما صار بهالبلد. لا هذا الشيء ابدا مش معقول ابدا، وهذا ما بيمثل انه هيدا زلمه او شيء، يعني هيدا بنعاد انه بديش فسر انا اكثر على هذا الشيء اللي بيصير، بس هذا الشيء لا مش معقول ابدا. يعني يجي يعمل حاله الشاب وهو يعني انه يعني هو الشاب يجي يعمل حاله مره، هذا الشيء مش معقول ابدا، ما بيفسر انه 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 هيدا منه لبناني ابدا. هيدا 200,000 يلي قادر يشتري بيشتري، ما قادر يشتري بده يروح ماشي، اذا حكيم عنده ضمير ممكن. الوضع بالاجمال غير وضع البنزين، كانك عايش بحرب، نحن بحاله حرب حقيقيه، يعني غير قصه الغلاء المعيشي، المشهد هو ذاته اللي مع الاسف بالحروب كان يعني العالم توقف على الطوابير، والمشكله يعني انا هلا بس اللي بدي اساله للعالم كيف قادره توصل على شغلها، خصوصا العالم لنقول شغلهم ببيروت اللي هن برات بيروت اللي يوميا بدهم تنكه او نص تنكه بنزين، يعني بده يحطوا اذا بدك تحسبها على الورقه والقلم اكثر من معاش وصار حق بنزين، فالافضل بيقول لك خليني بالبيت قاعد او ما ساوي شيء احسن ما انزل على شغلي، فالوضع كارثي ما بعرف، يعني الامور بدها حلول طارئه اليوم قبل بكره. الحمد لله انه نعمي بيتي ببيروت، انا من سكان بيروت، معظم الوقت عم حاول اقضيها يعني يا اما ماشي يا اما اذا لقيت سيرفيس اوكي، بس الامور صعبه عم تكون، يعني حتى اللي جوات بيروت عم يواجه مشكل، كيف اللي برات بيروت مشكله كبيره. عيش كثير بتشوف كثير، رح نشوف كثير بعد اشي عن البنزين وعن غير البنزين، ومعه حق يعني من جهه، وما بعرف يعني الله يستر بس من الايام اللي جايه، هذا اللي بنقوله صحيح. يعني اكيد تحيه كثير كبيره له، قام بواجبه الانساني على اكمل وجه، بس يعيب الشوم على هيك بلد. انا مورد كمان يعني ضمن الجسم الطبي وناطر الفيزا لسافر،
مسألة وقت بس. ما بعرف يعني عيب الشوم، بدل نحن كدكاترة وممرضين نكون يعني نحن بغير بلدان بتلاقينا قلنا قيمة والعالم بتحترم، الدولة بتحترم، شوف لوين وصلنا، هي عيب الشوم بس. هلأ شيء صعب على المواطن اللبناني كونه معود عبل على 60 و50 ألف ل200 ألف، بس هيدا الوضع صار، في زل، في تعب، في مشقة، بس بدنا نتحمل، ما في حل تاني، لعبوا لعبتهم وبدنا ناكل الطعم والله على الموتو. لا ما هي ذات المصروف يعني، وخصوصا هلا محطات ما بتعبي موتويات، يمكن لانه عليهم جرم، بس ما فيهم يقيسوا كل الناس مثل بعضها، ولكن ما في حل يعني، هاي دولتنا. هلا ليك شغله حلوه منه زكي لسبب واحد، لانه كانوا عاملين يوم للنساء وبدو يعبي بنزين ما عنده غير هالحل. هيدا من أديله تحية، دكتور قام بواجبه، ما وقف قدام أي صعوبات ولا قدام لا بنزين ولا عجقة ولا أي شيء، نزل على بسكليت ونزل ولد مريض بعد ما مشواره كان صعب ساعة تقريبا، ومن حيه. يعني شو رأي بالوضع هيك؟ بده يتحملنا الواحد، لأنه تانك البنزين عم بيشتغل تاكسيات بس، لأنه السيرفيس ما فيك تمشي، كيف بدك تاخذ من العالم 20 ألف و15 ألف، والعالم ما بتقدر تتحمل يعني، ما بتقدر تتحمل يعني، إذا واحد بده يروح على شغله بده يحط له 50 60 ألف بس لحتى يوصل على شغله، ومعاشه قد ايه معاشه؟ ليش يعني؟ هيدا بوجه إنه للتجار خاصة، إنه يا خيي عطوا فرق دولار للعالم يعني حتى يقدر يتسيسر العالم. ايه طبعا لما بيقولوا ايه ليش عم تشلفوا شلف يا خيي، طب ما تانكة البنزين 200 ألف، اوكي 210 ألف، يعني لتر البنزين 20 ألف، وبدك تتحمل كيف بدك تتحمل يعني؟ ما فيك. وغير ما يعني كمان الدولة لازم تعطي للتاكسيات خاصة كمان تعطيهم افونتاج، تعطيهم سعفة، ولا ما راح يقدر لا التاكسي يتحمل ولا راح يقدر المواطن يتحمل. ايه شفتها هيدي الصورة، هيدي لأنه عملوا بزحلة يومتها يوم بس لتعبية النسوان، هو تنكر وفات على الخط معهم انه هو مرة يعني. يعني تصور لحديت الزل لحديت وين يعني، هذا يعني واحد عم ينزل يعني، شو ينزل تلبس مرة وتنزل لحتى تعبي بنزين؟ مش معقولة يعني، مش معقولة يعني، لا كهرباء فيه يعني، بتنقطع الكهرباء من الصبح عن جاي يجيبوها ساعة ساعتين، والموتيرات ما عم ترحم، ما في بقول لك ما في مازوت، هلا فيك تقول له شيء؟ ما فيك تقول له، تقول له لا عم تجيب مازوت أو عم تزيد. صعبة صعبة صارت شوي الحياة. كان هي انه عمل يخيب حلو البسكليت، حلو التنقل على البسكليت كمان يعني، عم يرجعونا للسنة الستينات تقريبا، وقبل الستينات وقبل السيارات عم يرجعونا هيك، عم نرجع حتى كمان. هلا بكره بالشتوية عندك مثلا قاعد بالجبل، تصور انه لحديت هلا مازوت ما توفر يعني، حتى لو توفر المازوت، أن توفر المازوت على 200 ألف أو 150 ألف أو 180 ألف، كل يوم بدك 10 لتر مازوت يعني، وكيف بدك تتدفى؟ عم ندور هلأ صرنا عوجاء للبس لنعملهم على الحطب، وطن الحطب بثلاثة مليون ونص ما عم يتوفر كمان، طن الحطب ما في. 200 ألف مش مشكلة، بس المهم يحلوا أزمة هالبلد ويخفوا عبء عن الناس، الناس عم تتشنطط على الشوارع، إزلال أكتر من هيك لهيك البشر ما عاش فيه، عن جد حرام عليهم كتير هالقد، ما يعني ما يشتغلوا بالناس إنه كل جمعة يزيدوا التانكي 20 ألف، خلاص طعوا راس القط من الأساس وعملوها قد ما أنتوا حاطين براسكم ومننهي الموضوع، حرام عم نتعذب عذاب يعني، شو بدي أقولها يعني، عذاب الكلاب على المحطات. الواحد بروح بيشتغل 3 ساعات بالنهار وبيقعد 7 ساعات على المحطة، هيك بلد كان اسمه سويسرا الشرق؟ لا مستحيل، هذا ما اسمه سويسرا الشرق، هيدا بلد اسمه من العالم الخامس مش الثالث، الخامس. مستعد الواحد يتنكر بأي شغل، المهم يوصل للمحطة، مهم يوصل ويخلص، حرام حرام عليهم هالعذاب هذا كله. شو بده يعمل؟ شو في وسيلة غير هيك؟ هذا إنسان عنده ضمير،
هيدا انسان مستعد يعني يروح السباحه اذا ما فيش وسيله نقل ليوصل على المستشفى ليسعف مريض وينقذوا من الحياه. هيدي ناس بترفع على القبعه صراحه. نحن عاملين حساباتنا انه توصل تنكه البنزين بين 250,000 ل 300,000، بس بدنا مشكله وقت، وبنفس الوقت عشان يعملوا قصه مصالح وسوق سوداء يمشوه، وهذه هي الدوله. والله معي موتوسيك صغيره بشتري لها قناه سوق سوداء ب 300,000 وبتروح بيجي فيها. هيدا شبابو يعني، هذا بنحط له المفروض يتحط له مرتبه شرف، بس اذا كانت في عندك دوله بتحترم حالها يعني. بس للاسف عندك هون دوله فاشله وحكم للزعران والاحزاب. كفر شو 200,000 فم 200,000؟ شو وقفت هي عن 200,000؟ شو بس البنزين ب 200,000؟ كل شيء صار عندنا يعني شيء كفر كفر يعني. معش ينعاش. هلا هذا جايبه ب 7,000 ليره كان حقه 500 ليره، يعني شيء ما بتتصوره. صارت الشباب وين بشوف لك شيء شاب يا معلم مرق على الطريق، وين والله عم دبر سفره، وين والله عم دبر بدي روح تهريب على مطرح فلان فلانه، وين كيف عم بتنقل مقضيها ماشي، بروح على الشغل ماشي وبيجي ماشي، بوصل على البيت تلفين بشرب لي قنينة مية معلمي لحالي هيك بكرعها وبقعد، يا ريت مسعة لاقيها سخنة عم تغلي غالي، لا كهرباء ولا اشحار ولا وين شو بدك تعمل؟ ولك شو بلبس لك؟ بلبس لك ختيار اني اعبي بنزين، خلوني اعبي بنزين وبلبس اللي بدك اياه. هذا حكيم يعني اخلاق وضمير وعن جد يعني، يعني بفتخر بهيك عالم يعني بشعبنا، وانه يرايح على البسكليت ليعمل عمليه لحدا اكيد يعني البلد لازم يفتخر فيه، وبنفس الوقت لازم هو يلعن البلد لانه خلته يروح على البسكليت لحتى يعمل عمليه.